بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائي من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظه الجيزه. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2023 زيرو بمقدم 26000 جنيه. الحلم بقى حقيقه، الناس كلها دلوقتي تركز معانا، بنسلم عربيه زيرو موديل 2023 بمقدم 26000 جنيه. الحياه فرص، ويا تستغل الفرصه يا تعيش عمرك كله تندم عليها. والفرصه اللي احنا بنقدمها لك النهارده انك تبدا مشروع بالحلال وتاكل لقمه عيش بالحلال وتستلم عربيه زيرو موديل 2023 بمقدم 26000 جنيه. بمقدم 26000 جنيه مقدم ولا في الخيال، عرض ولا في الاحلام. تستلم عربيه زيرو موديل 2023 بمقدم 26000 جنيه وبس. بنسلمها للاستاذ باسم اللي مشرفنا من محافظه الجيزه، وحابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعه الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه ايه رايك في العربيه؟ لا عربيه ممتازه قوي طبعا. تمام قوي. طيب قاعدين بقى تحكي للناس دلوقتي الاجراءات كانت ماشيه معاك ازاي؟ انا كلمت حضرتك وبعد تمام. كده روحت طبعا البنك مضيت فيه. تمام. قلت فيه عمل الاستعلام ومضيت. تمام. بعد كده جيت لحضرتك. تمام. 26.5. دفعت 26000 ونص في المعرض. ده في يوم. وبعد كده خلاص ثاني يوم على طول بعت لك البنك. ورحنا رخصنا وادي النمر اهي. واستلمت النمر، خدتك ورخصت النهارده الصبح الحمد لله. يعني الموضوع كله خد منك وقت قد ايه؟ ثلاث ايام. يعني يوم خدت بال حضرتك قدمت فيه كلمتنا، واليوم الثاني رحت مضيت في البنك، وثالث يوم رحت رخصت العربيه واستلمت النمر كمان في ايديك. تمام. ثلاث ايام 72 ساعه استلم عربيه زيرو موديل 2023 بمقدم 26000 جنيه. يوم مضى فيه وثاني يوم رخص العربيه واستلم النمر في ايديه كمان. كل الاجراءات سهله وبسيطه، بصوره البطاقه الشخصيه انت واي ضامن معاك وصوره رخصه السواقه. انت واي ضامن معاك تستلم عربية زيرو موديل 2023 بمقدم 26000 جنيه بس. حابينك برضو دلوقتي تقول لنا ايه رايك في المعاملة بتاعت الناس الموجودة داخل المعرض؟ معاملة كويسة طبعا، ناس تمام في مواعيدها في كل حاجة الصراحة. الناس سألوك تختار اللون اللي انت عايزه، قلت لهم انا محتاج اللون اللي انا عايزه، العربية تعال اتفرج عليها قبل ما تاخدها. تمام قوي. الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على النت تحب تقول لهم ايه؟ ما تفكرش، يعني معاك المقدم تعالى خد. تمام قوي. ناس ممتازه في المواعيد، ناس ملتزمه في وسط في التسليم، كل حاجه تمام. تمام قوي. طب حضرتك في البدايه كده كنا حابينك تقول لنا انت كنت مصدق العرض ده في البدايه؟ لا طبعا. تمام قوي. انما لما مشيت في الاجراءات ولقيتها سهله وبسيطه. لقيتها سهله كمان، حتى المواعيد كانت المفروض بعد كده، لقيتها قبل ما هم قالوا المواعيد. تمام قوي. الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي وبتشكك في العرض تحب تقول لهم ايه؟ لا الناس دي تمام، مواعيد تمام، كلها على بعض 3 ايام، اقصى حاجه 4 ايام. تمام قوي. الناس اللي بتتابعنا على النت دلوقتي طيب تحب تقول لهم ايه؟ زي ما قلت لك ما تفكرش، معاك المقدم تعالى هتستلم في خلال 3 ايام. تمام قوي. في خلال 3 ايام هتستلم عربيه زيرو موديل 2023 بمقدم 26000 جنيه بس. يطلع معاك المندوب من هنا ما بيكملش، بيريحك هناك ومرخص لك العربيه وانت معاه. تمام قوي. بمقدم 26000 جنيه بتستلم عربيه زيرو موديل 2023، عرض ولا في الاحلام، عرض خيالي. بنحب نتوجه في النهايه لاداره غصن الزيتون انها استجابت للضغط الشعبي ومطالب الجماهير وفتحت العرض تاني بعد ما انتهى، وقللت في المقدم كمان، والمقدم بعد ما كان 30000 جنيه بقى 26000 جنيه. تستلم بيهم عربيه زيرو موديل 2023 اللون اللي انت عايزه، اللون اللي انت عايزه بمقدم 26000 جنيه تستلم عربيه زيرو. العرض حقيقي، والناس اللي لسه قاعده على الكنبه وبتشكك في الموضوع بنقول لهم العرض بجد، والناس اتحركت وانت لسه قاعد في البيت بتفكر وبتشكك في الموضوع اتحرك، العرض بجد. العرض الفتره محدوده، ولو انتهى العرض المره دي ما تسالنيش تاني لان العرض مش هيتجدد تاني. في النهايه بنتمنى من ربنا ان نديه خيرها وفيه شرها، وبنتمنى من كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي انها تتحرك، تاكل لقمه عيش بالحلال، اسعى وسيب الرزق على الرحمن، اسعى وسيبها على الله والرزق على الرحمن. كل لقمه عيش بالحلال بمقدم 26000 جنيه تستلم عربيه زيرو موديل 2023. كان معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظه الجيزه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.